منذ أسابيع والمحطة الطرقية ولا زيان تغلق أبوابها في وجه المسافرين، الأمر اللي كان عنده واحد تأثير سلبي على مهني النقل الطرقي الذين يطالبون اليوم بشكل مستعجل بإعادة فسح أبواب هذه المحطة وإعادة شريان السفر إلى العاصمة الاقتصادية. تأثير ديال إغلاق محطة الطرقية ديال وزيان على قطاع النقل الطرقي للمسافرين حنا كمهنيين وتأثير كبير وكبير جدا. أولا القطاع كان كيعرف عدة مشاكل تنظيمية، الإغلاق ديالها في الظروف اللي كنعرفوها كاملين كان إغلاق إطراء خطأ يعني استراتيجي ديال الحكومة أنها أعلنت إغلاق مدينة الدار البيضاء في وقت متأخر من الليل، وهو القرار اللي ما سمي بقرار يعني آخر ساعة. إذن هذه العملية نتجت عليها الإغلاق لأن كان هناك اكتظاظ، ولكن بعد ذلك أن الأمور رجعت إلى نصابها. كنشوفوا اليوم ان القطاع انه يعني الحافلات اليوم هي كتجوب الشوارع، الحافلات اليوم يعني كتشتغل في ظروف يعني غير مطمئنه. حتى هذا الامر اللي تم عليه الاغلاق وهو يعني الخوف من تفشي فيروس كورونا مشتد، اعتقد اليوم ان بهالطريقه هذه ديال استمرار اغلاق هذه المحطه نساهم بطريقه غير مباشره في تفشي هذا الوباء، وهذه المسؤوليه كتحملها السلطات يعني الاقليميه مدينه الدار البيضاء اللي غلقات هذه المحطه في ظروف كنعرفوها جميعا بخطأ استراتيجي لقرار الحكومة يعني بمنع التنقل من إلى مدينة الدار البيضاء في آخر ساعة من الليل. شنو تأثير ديال إغلاق المحطة على القطاع تاع النقل بالنسبة لك؟ بالنسبة لنا السائقين تأثرنا مزيان. حنا دابا بالنسبة لي أنا من شهر ثلاثة وأنا مريح، من 20 شهر ثلاثة وأنا مريح. أنا ما كديناش خدمو والسلطات حابسانا على هذا الوباء هذا. فهمتيني؟ دابا كنطلبوا من السلطات كاع المحطات فاتحين في المغرب إلا محطة ديال الدار البيضاء. هذا الاشكال اللي بغينا نعرفوا علاش، فهمتيني؟ الوباء كاين في المغرب كامل ماشي في الدار البيضاء، علاش هاد المحطة ديال الدار البيضاء ديال المغرب حالين كاملين وهادي ديال الدار البيضاء لا؟ حنا شنو فريد ضررنا؟ ما عندنا لا قرا لا سينيس لا والو، لا ضمان اجتماعي لا تغطية صحية لا والو، كتخدم بالنهار ديالك. دابا من شهر ثلاثة وحنا مريحين، شكون اللي غيشوفنا؟ ما كاين حتى شي حد، الجمعية ديالنا كتناظر كلشي كيناظر وحتى حد ما شافنا، لا السلطات لا والو. من ناحية الفوياجور كيجيو المحطة كيديو الكيران كيران كيغامرو. إلا طاح فيه البوليسي كيدخلوا للدائرة كيحرروا لي المحاضر، كتولي المحاضر فيها مخالفات. وحنا ما خداميش ونزيدوا مخالفات غتجيك من المحكمة. ما يمكنش. المطالب ديالنا اولا اي قرار اليوم خص يكون مهني النقل يكونوا مشروكين فيه، لان المهني اليوم يدرون جيدا كيفيه العمل ديالهم، وهما انضبطوا اولا وانضبطوا يعني منذ اعلان حاله الطوارئ الصحيه وعانوا معنا، وخصوصا ان اللي عرفنا ان النقل العمومي للمسافرين ثلاث اشهر وهو يعني واقف على العمل. انضبطوا كذلك في اطار دفتر التحملات، انضبطوا في عده قرارات يعني هذا الامر هذا اللي خلى هذا الامر اللي خلى ان اليوم المهني ديال النقل يعانون ما يعانون في قطاع النقل العمومي للمسافرين. إذا كان مهني النقل الطرقي كما لاحظتم يطالبون بشكل مستعجل بحل المحطة الطرقية ولا زيان، فهو الأمر اللي يطالبوا به أيضا مجموعة من الكرسياء في هذه المحطة، تيقولوا بأن هذه المحطة هي المصدر الرزق الوحيد بالنسبة لهم، وهذا الأمر هو الذي يتطلب إغلاق إعادة فتح هذه المحطة في أقرب وقت ممكن. كاع المحطات في المغرب حالين، وقع مشكل بعد المحطة بعد الدولة، ما عندناش حنايا صعوبات. راه ما تنساوش راه نصف كازا عايش من هاد المحطة، راه الناس يطلب عشاليله، راه عنده الكرا، عنده الماء، الدوز. الله يرحم الوالدين. تنطلب رسالة لنيشان المسؤولين المغاربة في النقل، راه تنتواجدوا دابا تنتفاجئوا بكار جالس في درب تيعمر في عباد الله، تنتفاجئوا بكار جالس تيتعمر في شي حنايا حشومة. مغرب متقدم دولة إنها متقدمة في الدول الأوروبية تتعترف بالمغرب، ونديروا حنا هذا النقل الوحشي، هذا النقل غير قانوني. هذه المحطة كنترزقوا فيها الله، كنصوروا طريقة الخبز، كندولوا ولادنا ووالدينا، سدوا ولاد الناس. المحطة كاملة، المحطة ديال المغرب كاملين حالين شراو مزيان، ما فهمتش واش من كورونا ولا من شي حاجة أخرى، ما فهمتش أنا والو. هادشي اللي كاين، نصور طريف خبز نمشيو هنا شي حاجة أخرى نديروها، كنترزقوا الله بوفرية. الله يرحم لكم الوالدين. وحنا بغينا المحطة تحل، والله إلا بغينا تحل بالله، هادشي راه بزاف، بلادي مطول، راه الفياجور راه الكل فياجور. المحطة بغينا تحل، والخدمة والأمن كاين وكلشي كاين، بغينا الله يرحم المحطة تحل. هادشي اللي بغينا، بغينا حتى شي حاجة من هادشي. المحطة كلشي خدامين غير المحطة ديال كازا، ما فهمناش حنا علاش. هذاك الشيء اللي كاين أخويا. والله يجازيكم بخير، راه الناس مقصحة في هاد المحطة، شوفوا في وجه الله. وراه ما عندش الناس فين تمشي، راه دابا تخيل معايا حتى المسافرين تيجيو تيتأثروا تيرجعوا بحالاتهم،
علاش يتواجد بكار ما كاينش يقول له ودي خصك تقبض الطاكسي باش تمشي تركب في كار في درب ميل.